لقد تم قصف مستشفياتنا، المدارس، مراكز اللجوء، الكنائس، المساجد، المراكز الثقافية، الصالات الرياضية، الناس في سيارات الإسعاف. قتل أكثر من 47 صحفياً، بعضهم مع عائلتهم. أعني أن جرائم حرب كثيرة تحصل هنا. الآن ساعة بساعة. قبل بضع دقائق ضربت غارة جوية مبنى بجوار المستشفى مباشرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بقسم الأشعة في المستشفى. لم يكن أحد يتوقع ذلك. تم قصف 4 مساجد وسويت بالأرض اليوم في خان يونس، مستشفى في المنطقة نفسها، ما أسفر عن مقتل الكثيرين وإصابة الكثيرين أيضا. لم يكن أحد يتوقع حصول ذلك. نعم، صباح أمس كنت أنا وزوجتي وأطفالي الخمس، كنت واحداً من بين 80 كندياً بالإضافة إلى العديد من الجنسيات الأخرى الذين كانوا على قائمة المغادرة إلى مصر. تم اتخاذ هذا القرار منذ عدة أيام ولم يكن قرار مفاجئ. كان ذلك بعد أن أجريت نقاشاً مع عائلتي بشكل عام. أعتقد أننا اليوم نقف عند نقطة تحول تاريخية، ليس فقط في فلسطين أو المنطقة، بل في العالم أيضا. أعتقد أن ما يحصل هناك ستكون له تداعيات على الكثيرين لسنوات وعقود قادمة. أعتقد أن الأطفال الأيتام والنساء الأرامل يتم تدمير أحيائهم مثل الأحياء المدمرة التي نراها. الأحياء بكاملها سويت أرضا. أعتقد أن ذلك سيؤثر عقليا أيضا على آلاف الأطفال لأجيال عديدة قادمة. أرى أنه يجبر الأشخاص الذين لم يفكروا في المقاومة اليوم ويعتبرون جزءا منها، مثل الأشخاص الذين أرادوا أن يعيشوا حياة طبيعية وسلمية، عندما تأخذ منهم كل شيء فإنهم الآن يقولون حسنا يجب علينا أن نفعل شيئا ما. I have to do something, right? Like...